بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن بعض النصائح الخاصة والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا أو الوقاية من فيروس كورونا. بعد انتشار فيروس كورونا تعالوا مع بعض نشوف بعض النصائح، ولكن بطريقة جديدة عن طريق افعل ولا تفعل. راجين من المولى عز وجل أن ينفع بها الجميع. تعالوا مع بعض ونشوف أول حاجة لا تفعل السلام. ياريت السلام يكون زي أو المصافحة باليد. ياريت نحاول بقدر الإمكان المصافحة باليد ما تبقاش بالشكل ده، ولكن تبقى المصافحة عبارة عن إيه؟ أهلا وسهلا سلام، لمنعا للتلامس، لأنه زي ما احنا عارفين أمر فيروس بينتقل عن طريق ملامسة اليد لليد. طب الشيء الثاني، مفاتيح الكهرباء. مفاتيح الكهرباء أو الكبس بتاع الكهرباء نحاول بقدر الامكان ما يكونش اللمس باصبع اليد. اما راح يكون اللمس ازاي؟ يعني انا لما اجي انور مفتاح الكهرباء او افتح المروحه او اللمبه اعمل ايه؟ يا ريت نحاول بقدر الامكان يبقى بطريقه كده ملامسه بحائل، يعني عن طريق كوع اليد، ده الافضل. طب تعالوا نشوف لا تفعل ايه. عند صعود سلالم وفي درابزين جنبك، يعني بحاول بقدر الامكان يبقى ايه ما نمسكش الدرابزين، لانه ده في ناس كتير طلعت وما نعرفش مين مصاب ومين مش مصاب. طب نطلع ازاي؟ تعالوا نشوف هنطلع ازاي. حاول كده تحافظ على اتزانك واطلع ايه واطلع لوحدك. برافو شطور. فتح الباب، فتح الابواب ذات المقابض. احنا عارفين انه هو الفيروس بيقعد على المقبض فترة ممكن توصل 14 دقيقة، ولو كان السطح لو كان المكان مسطح او مستوي ممكن بيوصل ل 12 ساعة. طب نفتح ازاي؟ انا عندي امامي باب زي كده، يبقى اعمل ايه؟ يبقى احنا هنا لا تفعل وافعل ايه. حاول كده نفتح الباب بايدك او بقدمك، باسفل قدمك من تحت، المهم بطريقه بيحاول بقدر الامكان عدم ملامسه اليد لايه للمقبض. طب الشيء الثاني، لو انا في اي مصلحه، سواء مثلا كنت في مصلحه حكوميه او سواء كنت هروح اشتري حتى من عند البقال او لو في بنك او في اي مكان، احاول بقدر الامكان ما اتكيش او اضع يدي على ايه على المكتب قدامه. طب اعمل ايه؟ حاول اوقف كده ويبقى الكلام مجرد بيني وبين الموظف، مجرد كلامه، بعيد ايه بعيد من ملامسه اليد لاي سطح من الاسطح دي، لانه زي ما احنا عارفين كذا شخص وكذا واحد جاء قدامي لامس ايه لامس المكان ده. طب الكمامه نفسها لما اجي اطلعها واجي ابعدها واجي اخلعها لاي سبب من الاسباب، يعني انا حاططها كوقايه من المرض، وبعد كده اروح اجي امسكها بايدي عشان ارفعها، طب ما هو المرض انه الفيروس لو كان عالق على الكمامه نفسها انا كده ايدي اتصابت. طب انا اعمل ايه؟ احاول بقدر الامكان امسك الكمامه كده من طرفين الاستيك في ايدي كده وابعدها او اخلعها. دي بعض النصائح اللي نتمنى ان شاء الله انه ربنا ينفع بها اخواننا واحبتنا، ونتمنى الشفاء للمصابين، ونتمنى كامل الصحة والعافية لاحبتنا واخواننا في مصر وفي كل الوطن وربوع الوطن العربي والعالم الاسلامي. طب اخيرا بقى وزارة الصحة لها رقم، لو في اي حالة او من الحالات الطوارئة او في اي شيء ممكن تتصل على الرقم الخط الساخن بتاع وزارة الصحة زي ما هم شايفين قدامنا 105 و15 33 5. بكده احبتي الكرام بكون انتهى الفيديو بتاعنا. ما ننساش قبل ما نغادر الفيديو نعمل اشتراك في القناة، نعمل اعجاب للفيديو، ونعمل مشاركة للفيديو علشان الفيديو ينتشر لاكبر عدد من الناس وقد ينفع به غيرك. والى ان نلتقي في فيديو اخر، نترككم في رعاية الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.